عشان اقفل سان داونز بس واتكلم معاك في ماتش بكره، انه ماتش بكره مهم وصعب. ايه التشكيل او ايه مين اللعيبه اللي تحب ان هم يكونوا موجودين في سكواد الاهلي وهو بيلعب سان داونز؟ اكيد محمد شريف. يعني محمد شريف الفتره الاخيره من اميز فتراته، فارق بشكل كبير جدا مع حتى مع التلت الامامي النادي الاهلي، هداف عنده بقى حاسه الهداف، بيقدر دايما يكسب. كنت بتتكلم معايا كابتن في السادسه انه محمد شريف لازم يكون موجود بشكل اساسي. اتكلمت مع حضرتك كتير في الموضوع ده قبل كده، ولو خصوصا لما كان بيقعد احتياطي او ما باخدش حتى دور. كنت بتقولي انا مش فاهم ازاي ما ابداش بيه دايما وهو هداف وهو بيهدد دايما يعني مرمى الخصم. وهو اثبت، هو اثبت كده يعني، شريف اثبت كده. وهنا لما بنتكلم على الفرصه اللي بياخدها اللعيب، لازم تستغل ولازم تحط رجلك كويس، لان زي ما قلت لحضرتك قبل كده وقلت للاستاذ احمد سمير على ان اللعيبه كلها، انت عندك 25 لعيب نجم في النادي الاهلي، لما بتحط اي حد لا هو المفروض يبقى قد المسؤوليه، المفروض يبقى قد المسؤوليه. وفي النادي الاهلي مفيش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي، لازم كل اللعيب، اي لعيب موجود في قائمه النادي والله الاهلي. حتى لما بيطلع من الناشئين يا كابتن احمد بنشوفه قد المسؤوليه. انا عاجبني جدا كوكا ما شاء الله، عاجب الجمهور كله الحقيقه. لا ما شاء الله. اميز حاجه عند كوكا انه عنده شخصيه، شخصيه لعيب نادي الاهلي اللي هو ما بيهبش المباريات او بيلعب مباريات كبيره. وهنا في مباريات سان داونز والمباريات الكبيره هي اللي بتعمل لعيب، هي اللي بتعمل لعيب يتحمل الضغوط، يبقى عنده مسؤوليه، هي بتعمل لعيبه، بتعمل مدير فني. طيب فاتمنى ان شاء الله نكون موفقين بكل اللعيبه. اي يعني حد شريف نمره واحد في اختياراتك تتمنى يكون موجود قدام سان داونز؟ اتمنى. مين من اللي كانوا بعاد الفتره الاخيره تتمنى او تشوف ان وجوده في المباراه دي يكون اضافه للنادي الاهلي؟ اتمنى. عندنا خط النص الحمد لله، يعني حراسه المرمى شناوي، انت عندك خط النص والتلت الامامي الحمد لله زي الفل. وعوده كمان خط الدفاع لسعد سمير ورامي ربيعه اضافه كبيره برضو لخط الدفاع، مع تامين من الشناوي من ورا. فانت عندك كل الخطوط. انا كنت سعيد جدا بعوده سعد سمير، عوده رامي ربيعه مع رامي برضو من اول ما رجع وحط رجله في الملعب الحقيقه ما تهاونش في الفرصه، والحقيقه بيقدم مستويات اكتر من رائعه. دي الفرصه اللي كنت بتكلم معاكم عليها، ان لازم لما احط رجلي، لازم لما بلعب ابقى عندي قد المسؤوليه. وهنا المنافسه، هنا المنافسه بيننا كزمايل مع بعض، دي بتصب في مصلحه الفريق. لما يكون عندك ياسر ابراهيم، عندك سعد سمير موجود، بدر بنون، ايمن اشرف، انا بشوف ان دول من اقوى خمس قلب دفاع على مستوى افريقيا.